يقول في بلدنا في بعض القرى يحرمون المرأة من الميراث من حقها، وقد يعطونها شيئا يسيرا على سبيل الترضية، فما حكم ذلك؟ هذا من أمور الجاهلية والعياذ بالله. الجاهلية كانوا يمنعون النساء والصغار من الميراث، فجاء الإسلام وأبطل هذا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فلا يجوز حرمان صاحب الميراث من ميراثه، رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، كلا يعطى حقه من الميراث.